انطلق بحفظ من الله ورعايته. الشوط الرئيسي لفئة القعادين في هذه اللحظات هنا على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، وبين هذا الحضور وهذا الحشد الكبير من الجماهير. نذهب معكم لنوافيكم بمجريات هذا الشوط، شوط القعادين، شوط لا يقل أهمية عن الشوط السابق، شوط رئيسي، شوط فيه المنافسات، فيه المعارك الطاحنة. الشوط بحثا عن بطاقة التأهل لسباق الجزيرة. أذهب مع المقدمة لأرى هناك هذا سلام يسلم على الجميع، سلام لسالم بن حمد الدعبة، وفي ثاني المراكز أرى هناك الشامي لمبارك بن عبد الله بن سفران، وفي ثالث المراكز وصول شاهين لعلي بن فهد آل سلعان المري، وفي رابع المراكز اللي جاوز في هذه اللحظات هذا شاهين أيضا لعلي بن فاران بن قريع المري صاحب نقطة الشوط الرئيسي للبكار، متواجد هنا في هذا الشوط يشكل الخطورة. أما خامس المراكز أرى هناك الاندفاع، في خامس المراكز الاندفاع من جانب عطونا اللي في خامس المراكز الحاكم لحمد بن ربعان السبيعي، ويريد أن يحكم هذا الشوط ومجرياته. ولكن نذهب هناك مع سلام، سلام يا سلام يا سلام يا سلام على أداء سلام، أداء سلام الجميل، أداء سلام الرياضي في هذه اللحظات. طار سلام بعد المسافة، طار هنا على مدرج أرضية ميدان الشحانية في رحلة رقم واحد متوجهة إلى مطار خط النهاية في هذه اللحظات. الله 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 يا سلام، طار سلام ما يلحقونه سلام، لا تحاولون خلاص، سلام أمن، سلام يا سلام وسلام يا سالم بن حمد الدعبة، تهانينا لك والناموس على انتزاع بطاقة التأهل اللي في ثاني المراكز. وما قصر هذا الحاكم، الحاكم لحمد بن ربيعان السبيعي، وفي ثالث المراكز هناك الشاهين لعلي بن فاران بن قريع المري، تهانينا والناموس للجميع. التوقيت الزمني 2:14:95 جزءا من الثانية.